أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 8 أكتوبر عام 1990 انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. رحل القائد العظيم بعد حياة حافلة وثرية بالإنجازات محليا وعربيا ودوليا. وقد أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الصلاة على جثمان الفقيد في مسجد قصر زعبيل إلى جانب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة وجمع غفير من المواطنين. كما كان صاحب السمو حاكم الفجيرة في مقدمة مشيعي الراحل الكبير بمقبرة أم هرير بدبي مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وصرح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في كلمة له بهذا المصاب الجلل أن الراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم سيبقى خالدا في القلوب، وكان فارسا من فرسان الوطن ورائدا من رواد وحدته وبناة حضارته. رحم الله فقيد الوطن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته. صفحات من الماضي.